أنا في عندي ابن كان رايح على أزرع يسوي دفتر جيش لابن خاله، قضى بالحاجز لأنه إيده مكسورة، نزلوه اعتقلوه 45 يوم، بعد ال 45 يوم 16 يوم فات الأمن علينا 19 الشهر، ردوا أخذوه ولحد الآن بعده ما بنعرفش بأي أرض ابني، بأي معتقل، بأي سجن، ما بنعرفوش وين. هاي اللي عندنا، يوم فات الأمن علينا سرقوا لنا الماتورات، سرقوا لنا المصاري من البيوت، وأخذوا اللي بيقولوها أغلى إشي عندنا، ما خلونا إشي، خربوا الدور كلياتها، دار جيراننا كسروها، دار الجيران الثانيين اللي بيقولوها خلعوها، الدار اللي ما بيلاقوا فيها أوادم يخلعوا الباب ويفوتوا. أني خلعوا علي الباب، أني وولادي قاعدين، فات واحد على ابني قال له شو اسمك؟ قال له اسمي بشار، قال له ما بدي هينك لأنك اسمك على اسم الرئيس، لأنه اسمه بشار ما رضيوا اعتقلوه، أما اللي اسمه مش بشار أخذوه واعتقلوه.